أخذكم الأداء الذين تشرفت بمعرفتهم وتشرفت بقراءتهم لهذا المنتج الشاعر الرائد سي عبد السلام الصبروف الذي يعني أحسب أن هذا العمل تربى على يديه وتحت أعينه، إذ كل قصة كنت أكتبها كان أول من يقرأها ويبدي ملاحظاته. مريم ما كانتش كتقرا، ماشي هي الأولى، كانت كتسمع. زاني عبد السلام هو كان أول قارئ يقرأ القصة ويبدي ملاحظاته وتعليقاته وندخل مع بعضنا المخطوطة. وكذلك صديقي وعزيزي الدكتور مصطفى العطار الذي صاحبته سنوات طويلة وجاورته في بيت واحد لمدة 4 سنوات في خلال سنوات دراستنا الجامعية، والذي كان له الفضل في مراجعة هذا العمل مراجعة دقيقة، وكانت له ملاحظات أفادتني كثيرا وجعلت هذا العمل يخرج بهذه يعني الصفة الأخيرة. أشكره جزيلا باسمكم على صبره وتجدده رغم يعني الأشغال الكثيرة التي يعني تشغله في عمله الأكاديمي واليوم. الشكر كذلك لصديقي الجديد الدكتور أحمد بناتي الذي تعرفت عليه بفضل الدكتور مصطفى العطار وبفضل هذا المنتج الأدبي. شكرا أحمد على قراءتك الرصينة والممتعة والشاعرة كما وصفها سي عبد السلام الصبروف. الشكر كذلك للسيد رئيس المركز الثقافي سي أحمد قشاقي الذي استضافنا في هذا الفضاء الجميل، والذي ما إن صدر الكتاب حتى اتصل بي وأبدى رغبته في احتضان هذا النشاط يعني منذ منتصف الصيف وإلى هذا اليوم، وقد نسق معنا كثيرا حتى التقينا اليوم في هذا المكان الجميل. صاحبة الكتاب مجموعة قصصية بنكهة عرائشية، هذه العبارة هي تعليق للإعلامية المقتدرة بإذاعة البحر الأبيض المتوسط للقسم الفرنسي السيدة منية بالعربي، وأشكرها كثيرا بأنها جعلتها في جدارها الفيسبوكي وعلقت عليها بهذه العبارة، وقد راقتني كثيرا لأنها أجملت المجموعة في كلمات معدودة 4 كلمات، ونثرت ما في النفس من عشق وتعلق بهذه المدينة التي نتقاسم الانتماء إليها والعيش فيها. صاحبة المدينة هي احتفاء بالموضوع المادي واللامادي، واحتفاء بالرموز، احتفاء بالأمثلة ذات الدلالات، احتفاء بالأسطورة، احتفاء بالتاريخ العريق والتاريخ الحديث، احتفاء بالرواية الشفهية، وعموما هي احتفاء بالعشق الذي يكنه لهذه البقعة الجميلة من الأرض، وتعبير على ذلك بهذا التوفيق المتنافر بين غلاف هذا المملكة. صاحبة المدينة هي مساحة للأمكنة والأزمنة المتنوعة، وفضاء للشخصيات من شتى الأصناف. في نصوصها نجد المرأة البطلة، والطفل البطل، والشاب البطل، والشيخ البطل، وأيضا المكان البطل. صاحبة المدينة مجموعة من 6 قصص
كتبت في ظروف وأوقات وأحاسيس مختلفة، ومعظمها جاء كما أشار إلى ذلك سي عفلان في أعقاب قصة أخرى عشتها في لحظة فولدت الفكرة، ثم جاء بعدها النص. ولا أخفيكم أن فكرة الكتاب على في القصة الأولى على صاحبة المدينة لدى المنالة هو الغيظ الذي يصيبني عندما أسمع من مثلا الناس العرايش كيمشيو للشاول ويمشيو يتصوروا في دار لدى المنالة. أحس أن رمز مدينتنا قد انتزعته منا مرنا الشغل وانتزعته من لملة الحقيقية الممثلة قادرة ومقتدرة زي السعودية أزغول. كذلك القصة الثانية وهي القصة التي رغم أني كتبتها أنا كنت حينما أقرأها أتأثر. نعم أتأثر، ولا أخفيكم أن زوجتي نادية أني كنت كنقرأ عليها باش هي تأثرت بالكاتب يعني موضوعا شائكا. وهذه القصة تجد أجل أنك تسمع الشخص الناس والمضرة ديالي المسبقة لواحد السيدة كتقوم بواحد العمل اجتماعي كبير في المغرب، هي السيدة عائشة الشمرة، وكنت كنشوف يعني واحد النظرة يعني هادشي ربما دخل العقل ديالنا ملي كنا يعني قديمة ماشي قديمة يعني كنا كتشكل في الذاكرة ديالنا أن ديك العمل ماشي مزيان ويعني كنت تستدعي حوايج ماشي مزيانه، ولكن ملي وقفت على الحقيقه وشفت العمل الجبار الذي تقوم به السيده هذيك يعني شدني الفكره بكتابه هذه القصه هذه، وجاءت بهذا الشكل يعني مؤثره جيده. نعم كذلك القصه الثالثه وهي عرفات يرحل من حلقات الميلاد، فهذه القصة جاءت كذلك يعني في أعقاب احتجاز جثمان لسيدة هي ابنة حليلة سيدة أم لصديق لي في يعني مستودع الأموات لمن 3 أيام أو 4 أيام يعني لله بسبب الله كما كنقولوا هنايا منتشي غلط إلا بصراعات كانت تدور ما بين الموظفين أو المسؤولين ما بين المستشفى والجامعة وغادي وديك السيدة وقفت راه على الاحتجاز جثمان ديك السيدة اللي قرر على الاعتقال مستودع الأموات والعائلة ديالها اللي كانت تنتظر استفراغ يعني كتعرفوا الظروف ديال الجنازة يعني ما لا يصاحبها من تأثر وكنت يعني ساهمت في التحرير ديالها وسي عفلان كان سي عفلان والسيد الرئيس احمد بن الضويه كذلك ساهمنا كثيرا في التحرير ديال جثمان ديال السيده هذيك ويعني والحمد لله يعني وفيت الظروف سليمه. قصه يعني الظروف ديال كتابة قصة ديال سيدنا عاصم دابا عليك تسولة مزيانة دابا المسكن اللي تمايا وهو منقوش على واحد الصخرة تما بجوار البدن واحد يعني واحد تشكيل صخري طبيعي
الموسيقى ديال الحافر ديال الحصان. وكان مشى بيناتنا على ان هذا هو الحصان اللي تسنى عليه جاب الشعب باش يحرر سنة. تعلم ديال الحاجة تفرج المسرحية ديال الطيب الصديقي، أعتقد أن هذا فيلم السراويل، وكان الطيب الصديقي رحمه الله شخص فيها مجموعة من الصور. يعني أنا لا أعتقد أن بيتا من بيوت مدينتنا كان يخلو قديما من هذا من هذه الصور ديال سيدنا وديك الصور وضفهم في المسرحية جاتني فكرة علاش ما يكتبش في هذا الموضوع هذا. أنا عندي قصة يا سيدنا عقدة أول قصة يعني هذه هما يعني الظروف والأسباب اللي جاتني ندخل هذا المنبر هذا. الحمد لله يعني صاحبة المدينة كان الكل هو أن تصدر، يعني تكتبت وكتبت من قطعة الطرف، لكن بفضل الله وفضل يعني المجهودات ديال مجموعة الإخوان على رأسهم نوفل المشاريع رئيس لجنة مكلفة بتنمية المشاريع شغل الاجتماعية وتنمية المشاريع وسي عبد السلام كذلك والجمعية والإخوان في جمعية الأعمال الاجتماعية وجمعية النور كذلك وواحد كذلك صديق ومثقفين في مدينة العرائش رغم يعني اشتغاله في الضي الأستاذ محمد السعيدي الذي قدم لي الدعم الوافر أشكره بهذه المناسبة وأشد على يده في هذا العمل. يعني صدرت هذه المجموعة الحلم حاليا هو أن تصل إلى أكبر عدد من القراء يعني ويتفاعلوا معها ويشاركون الاحتفال بها. شكرا جزيلا لكم على حضوركم.